إسرائيل مصيرها إلى زوال، يعني هذا الكيان الإسرائيلي مصيره إلى زوال، وأنا أجزم وأقطع بهذا الموضوع. نتحدث عن زوال إسرائيل، نحن نتحدث عن أمر، عن أمر يأتي من السماء، عن أمر ينطلق من الأرض. في كل مواجهة حينما تشتد سنكون أشد، وحينما يتهددنا العدو سوف نهدده أكثر، وحينما يعتدي علينا سوف نرد على عدوانه. حين يراك ضعيفا ليس جاهزا لأن يرحمك، وحينما يراك قويا هو مستعد لكل تنازل. والذي سيرميكم في البحر هم أهل غزة والمقاومون في غزة، بل كل المقاومين على امتداد منطقتنا بإذن الله تعالى.